الشهر ده انا عماله اقرا عن المشاعر، المشاعر اللي بنحبها زي السعاده بدور ازاي نوصل لها ونحافظ عليها، والمشاعر اللي بتوجعنا زي الحزن بدور ازاي نتعامل معاها. لو شفتوا الفيديو اللي فات عن المشاعر هتعرفوا ليه بقول نتعامل معاها مش نتجنبها. المهم، فوانا بعمل بحث اتعلمت عن حاجه اسمها ستويسيزم او الفلسفه الرواقيه، يا رب اكون بنطقها صح، ولقيت ناس كتيره جدا عمالين يقولوا قد ايه من ساعه ما بداوا يتبعوا الفلسفه دي في حياتهم وهم مرتاحين وعندهم سلام داخلي، بالذات في التعامل مع المشاكل او مشاعر الحزن. الله، ده هو ده اللي انا بدور عليه ولا ايه؟ فقريت اكتر واكتر وفهمت فكره الستويسيزم والناس اللي بتتبعوا بيكونوا بيفكروا ازاي وبيحسوا بايه، ومع اني كنت فاكره اني لقيت الكنز اللي هقوله لكم النهارده، لكن حسيت بمناسبه المشاعر يعني بحاجات متضاربة، ما كنتش متأكدة إذا كانت عجباني الفلسفة بتاعت الستويسيزم دي ولا لا. بصوا، هي فيها دروس مهمة جدا محتاجين ان احنا نتعلمها ونعيش بيها، بس برضو فيها شوية مشاكل كده، فقررت ان انا اقول لكم اللي انا فهمته، ايه اللي عجبني وانصحكم بيه وايه اللي ما عجبنيش، وفي الاخر هحب طبعا ان انا اعرف رأيكم. يلا بينا. أكيد تعرفوا إن كان في مفكرين وفلاسفة في اليونان زمان، وإن أفكارهم لغاية دلوقتي مؤثرة في الثقافة الغربية. ممكن سمعتم عن اسم أفلاطون وسقراط، بس يعني قبل ما نتعمق في فلسفة معينة دلوقتي عايزة يكون عندنا يعني فهم مبدئي كده لتاريخ الفلسفة. ادوني 1 minute بس. عجبني قوي تلخيص الكاتب مارك مانسون لما قال من الآخر سقراط هو الأب الروحي للفلسفة الغربية، هو اللي علم أفلاطون، وأفلاطون علم أرسطو، وأرسطو علم الإسكندر الأكبر اللي فكس للفلسفة أساساً وقضاها غزوات. المهم إن أرسطو كان مبدأه هي إن السعادة علشان نوصل لها لازم نكون عايشين حياة فضيلة. كلام جميل، بس مشكلته إن مش كل الناس متفقة يعني إيه حياة فضيلة وإزاي تتقاس دي. فاتقسمت بعد كده الفلسفة لأربع مدارس: السخرية، الشك، الأبيقورية، والرواقية اللي هي الستويسيزم اللي هي هنتكلم عليها النهاردة. لو مهتمين نتعمق في كل واحدة فيهم او اتشدتوا ان انتوا تعرفوا اكتر عن الفلسفة قولوا لي، وممكن اعمل سلسلة فيديوهات عن الفلسفة والاسئلة اللي هي بتطرحها. اموت في الاوفر ثينكينج. بس في الفيديو ده انا ناوية اتكلم بس عن الستويسيزم لانها شدتني جدا ان الناس في عصرنا النهاردة عمالين يبيعوا فكرتها. بصوا يا اصدقائي، في 4 دروس مهمة ممكن نتعلمها من الناس اللي بيتبعوا الفلسفة دي. اول درس واهم درس هو اننا علشان نوصل للسعادة والحرية لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان في حاجات تحت سيطرتنا وفي حاجات خارجة عن سيطرتنا تماما. اول ما الفكرة دي ما تبقاش مجرد نظرية ونكون عايشين بيها بجد، هنكون قربنا للسلام الداخلي. طبعا حد هيجي يقول لي فلسفة ايه ورواقية ايه، دي مسألة ايمان ورضا بقضاء ربنا. فانا هرد عليه واقول له اه بالظبط. هما بقى بيسموها ثنائية السيطرة. أي حاجة في الدنيا يا إما تحت سيطرتك زي معتقداتك، قيمك، وجهات نظرك وأفعالك، يا إما خارجة عن سيطرتك زي الناس التانية بمعتقداتهم وأفكارهم وأفعالهم، الجو، الاقتصاد، السياسة، المرور، إلا لو أنت حد مهم. كتير قوي بقى بنضيع طاقتنا على إننا نحاول نغير الحاجات اللي هي أصلاً ما نقدرش نسيطر عليها، ونيجي على الحاجات اللي ممكن نسيطر عليها وتكون طاقتنا خلصت. وعلشان كده الفلسفة الرواقية الرايقة بتقولك وفر طاقتك للي تقدر تغيره. كلام ناس عاقلين بصراحة عجبني. تاني درس بقى هو ان اللي بيضايقنا مش الحاجات اللي بتحصل لنا، بس طريقة حكمنا عليها. يعني ايه؟ مثلا واحدة صاحبتي ما عزمتنيش على عيد ميلادها، القصة اللي هحكيها لنفسي، الفكرة اللي أنا بتحكم فيها وهخليها جوه دماغي هتكون انها قصدت تضايقني او ان احنا ما بقيناش صحاب، وهزعل. بس الحقيقة ممكن تكون انها حاولت تكلمني وانا اللي نسيت اقول لها ان انا غيرت نمرتي، او ما عرفتش توصل لي بسبب النتورك. بتحصل. لو عرفت ده مع ان العيد ميلاد حصل وكده كده ما روحتش، بس شعوري من نفس الموقف هيتغير لان حكمي عليه اتغير. وحتى لو طلعت قصد انها ما تعزمنيش، انا عندي السيطرة ان انا اخلي الحكاية انها ما بقتش تحبني او ان انا ما عنديش صحاب، او اخلي الحكاية ان دي علامة ان احنا ما بقيناش صحاب قريبين زي الاول، وبهدوء اقرر هل انا عايزة اقرب منها تاني ولا تعامل ان احنا ما بقيناش قريبين وخلاص. وحد تاني ممكن يحكم على نفس الموقف بطريقة تانية وتالتة ورابعة، وكل حكم ليه نتيجة عاطفية عندنا. تالت درس بقى هو اننا بنخوف نفسنا قوي جوه خيالنا اكتر بكتير من الخطورة الحقيقية لأي موقف في الواقع. فالستويسيزم بتقولك اعمل الصح، خد القرار العادل، كن حكيم في تقديرك للأمور، وملكش دعوة بالنتيجة، ما تفكرش وما تهتمش بإيه اللي هيحصل بعد كده.
يعني انا اول ما بدات اعمل فيديوهات كان عندي خوف رهيب جدا من رد فعل الناس، اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش هيقولوا ايه، هيتريقوا وجوزي بقى هيستعر مني ومن فيديوهاتي. وبعدين عادي نزلت فيديوهات كتير ومحدش اصلا كان مهتم في الاول، ولما القناه كبرت فعلا جالي تعليقات سخيفه وتريقه، وبعدين طلع انه عادي. صوت رابع درس بقى هو اننا لازم نتقبل ان الحياه صعبه، ولما نكون قلقانين من حاجه وحشه ممكن تحصل معظم الناس هيحاولوا يطمنونا ان شاء الله خير، روق كده ما تفكرش في حاجات سلبيه. انما الستويكس او اللي بيتابعوا الفلسفه الرواقيه هيقولوا لك ويشجعوك ان انت تقول لنفسك اوحش سيناريو ممكن يحصل، غالبا هتترفض، احتمال كبير تتسجن، شكلكوا هتتطلقوا، بس والنقطه في كلمه بس هتكون كويس، علشان احنا اقوى بكتير من اللي احنا فاكرينه، فعادي هتنجو هتعدي والحياة هتستمر. ودول كانوا اهم اربع دروس في الفلسفة الرواقية او الستويسيزم، بس اخر درس فيهم لما نتعمق في افكاره اكتر هنلاقي شوية مشاكل، وعلشان كده مش اي حاجة بتلمع من بعيد نتشدلها ونمشي وراها من غير ما نشغل مخنا. بس سامحوني انا هضطر ان انا اقسم الفيديو لجزئين، لان انا بكره ان فيديوهاتي تكون طويلة، وما بحبش اصلا ان الناس تقعد على السوشيال ميديا كتير، فخدوا بريك مني ومن الموضوع شوية، بس ما تنسوش ترجعوا وتشوفوا الجزء التاني. تابعوني علشان تشوفوا الفيديو اللي جاي اللي هقولكوا فيه بقى انا شخصيا مشاكلي ايه مع الفلسفة الرواقية دي، وليه اصلا فتحت معاكم الموضوع.